بسم الله آخر 10 دقائق من رمضان 1445 دعاء إن شاء الله. يلا مسجد اليقين. نعم، من مسجد اليقين في دندوق. بسم الله، يلا دعاء القنوت. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نستعينك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بكفار ملحق. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما، ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أوزعني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أدخلني، ربي أوزعني، ربي أوزعني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي، وأدخلني، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أدخلني، ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صوتك واضح عبد الرحمن، شيل طيارة عينك لفوق شوي، نظارتك هيك شوي. نعم، طيب ماشي يا رب. وصلنا. نعم، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلني للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. نعم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك. نعم، اللهم نسألك من الخير كله، اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم نسألك الجنة كمله، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير، وأسألك حبك وحب من، لا لا لا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، واتممها علينا. اللهم نسألك فعل الخيرات، اللهم نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، فإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك، وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، لا لا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، على دينك، على يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، على طاعتك.
نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتب رب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. اللهم نسألك، اللهم نسألك الثبات، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأعوذ بك من خير ما لا صادقة، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك إيمانا، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. أنت كأنك موجود عبد الرحمن، صوتك كثير نايس. يلا اللهم اجمع كلامك في صدري، وعليك السلام. اللهم اجمع كلامك في صدري، واجمع كلامك في قلبي، وعملي وخلقي. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرى وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بعزة الله وقدرته ماجد وحاضر. اللهم أصلح لي ديني الذي وافق أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة، واصلح لي آخرتي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرة، السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما تعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لذنبي كله، اللهم اغفر لذنبي دقه وجله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي واشرح لي صدري، اللهم اغفر لي ذنبي واشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تولنا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك في عبادك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الزكي، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا إن نسألك ألا تسلمنا، ألا تسلمنا إلى عدو يردينا وإلى صديق يردينا ولا صديق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا مبارك يغنينا، وصلى الله عليه. اللهم اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا وتسلمه منا، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا من العائدين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وبطوننا من الحرام، وجوارحنا من ذنوب الآثام، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أفطرنا إن شاء الله.